السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد ثروت على صفحة بنت مستر ملودي يرحب بكم. زي ما احنا شايفين هنا هنقوم بعملية تصريف لفيرب مينيات. مينيات بمعنى تو تشينج أو يغير، ده الشكل الناقص ليه في المصدر، أما الشكل التام ليه في المصدر فهو هكذا با مينيات. تعال نشوف الشكل، تصريف الشكل الناقص ليه. يا مينياي أنا أغير، زي مثلا يا مينيايو بينجي أنا أغير فلوس، تي مينيايش أنت تغير، بليت تذكرة، أني مينيايو هم يغيرون، جروبو المجموعة، مينيال فعل في الماضي غير، مينيالة غيرت، مينيالي غيروا. ده الشكل التام ليه في الماضي، با مينيال غير، با مينيالة غيرت، با مينيالي غيروا. الأمر الإمبراتيف بتاعه با مينياي، با مينياي أو بامنيايتي، أي واحدة من الاتنين تم، بس الأولى للصيغة العادية والتانية للصيغة الاحتراف. في المثال ده بيقول لنا جون سيتشاس فابش جيتي، جون دلوقتي في السكن، أون بريشول فابش جيتي عاد للسكن بتاعه، إيز بانكا من البنك، أون خاديل بانك هو ذهب للبنك، بطموشتا أون خاطيل لأنه أراد، بامينيات يغير دينجي الفلوس. يبقى نفهم كده ان فيرب مينيات او بامينيات بمعنى تو تشينج ماني يغير فلوس او يغير اي شيء اخر. عايزين نلاحظ الفرق بين الاربع افعال دول. باي تي، باي تي بمعنى يذهب، تو جو شكل من شكل فعل زي تي كده. بري تي يعود، يبقى باي تي معنى يذهب، بريتي بمعنى يعود. بايخط بمعنى يسافر، بريخط بمعنى يصل. تعال نشوف في المحادثة دي، يقول لك قضي عنا، عنا فين؟ قضى عنا بايخل، إلى أين هي سافرت أو ذهبت؟ ردت عليها قال لك أن بايخل، أن سافرت أو ذهبت لكييف. يبقى نستفاد من كده ان فيرب بايخط ده بمعنى يسافر، يسافر لمكان، بايخط بمعنى يسافر لمكان. عشان كده بيقول لك اقضي انا، قضى انا بايخلا الى اين سافرت؟ ردت قال لك انا بايخلا هي سافرت في كييف، في مدينة كييف عاصمة اوكرانيا. طيب هنا المحادثة بيقول لك ايفان دوما، ايفان في البيت، ردت قالت نيت، يهونيت يعني هو مش موجود، اون باشول هو ذهب نرابوتو، باشول ذهب نرابوتو. طبعا باشول دي ذهب، ده في الماضي، المصدر بتاعها باي تي، يبقى باي تي بمعنى ذهب، الماضي بتاعها باشول ده للإضافة. هنا بيوري لك الفرق ما بين فيرب باي تي يذهب وبري تي يعود. هنا باي تي شايفين الشخص ده ماشي، باي تي بمعنى يذهب ماشي تمام، وبايخت برضو معناه يذهب او يسافر، بس ده هيذهب بعربيه بايخت. اما بري تي، بري تي بمعنى يصل لمكان. انا هنا كنت قلت لكم باي تي بمعنى يذهب وبري تي بمعنى يعود، لا هنا بري تي بمعنى يصل، يبقى باي تي بمعنى يذهب لمكان بس ماشي، بايخت يذهب لمكان بس بوسيله مواصلات. طب بريتي، بريتي بمعنى يصل لمكان بس ماشيا، بريخط يصل لمكان بس بوسيلة مواصلات، ده للإيضاح. أنا غلطت في المرة الأولى لما قلت لكم إن بريتي بمعنى يعود. يعني المعنى الأصوب ليها يعود، المعنى الأصوب ليها يصل لمكان، يبقى بايتي تساوي بايخط، ده يذهب وده يذهب، بس دي وسيلة دي ماشيا، بايتي ماشيا يذهب ماشيا، أما بايخت دي فراكب وسيلة مواصلات. بريتي يصل لمكان ماشيين، لكن بريخت يصل لمكان هو وسيلة مواصلات. هنا بايتي ده بيصل أو يذهب لمكان بس ماشي، بريتي يذهب لمكان بس إيه، بريتي بقى إيه يصل لمكان، يعني هو ابتدى من النقطة دي ووصل هنا، يبقى بريتي بمعنى وصل. العربية هنا بايخت، هنقول يذهب بس ده عربية فهنقول بايخت تمام. طب وصلت فين؟ وصلت في النقطة دي، يبقى بريخط.
يبقى بايخط يذهب، بريخط وصلت. تمام، ده الفرق ما بين الفعلين، بايتي يذهب، بايخط يذهب، بريتي يصل، بريخط يصل. بس واحد منهم يذهب ماشيًا، والتاني يذهب وصلت وصلت، والتاني واحد يذهب، واحد الفعل دوت مثلًا بريتي يصل لمكان ماشيًا، أما بريخط يصل لمكان وصلت وصلت وصلت. دي أمثلة للتوضيح. باشون رابوتو ذهب للعمل، باشلانا ماجازين ذهبت للمحل، باشلي داموي ذهبوا للمنزل، بايخل ذهبوا في سامالينسك في مدينة اسمها سامالينسك طبعا مواصلة مواصلات، بايخل ذهبت في بارك إلى الحديقة، بايخلي فيتولو في مكان ذهبوا لمكان اسمه فيتولو، كل ده بواسطة مواصلات. أما الأولى دي فهو ذهب ماشيين، باشون رابوتو ذهب للشغل ماشيين. طيب باشون، طيب هنا بيقول لك بايخل في سام سمالينسك نابويزدي، ذهب للمدينة أو لمكان اسمه سمالينسك نابويزدي عن طريق إيه؟ القطار. تمام، يبقى هنا استفدت إن باشول دي معناها ذهب ماشيا، لكن بايخل ذهب بوسيلة مواصلات. تعال نشوف هنا، باشول ذهب، باشول دموي ذهب للبيت، وبريشول يصل، وبريشول يصل لمكان. وعلى فكرة أنا ما غلطتش في المرة الأولى لما قلت لكم بريشول بمعنى يعود، هي بريشول فعلا بمعنى يعود وبمعنى يصل، يعني تاخد المعنيين مع بعض، معناها يصل وبمعنى يعود، هما الاتنين تاخدهم مع بعض، اللي هي بري تي اللي هي الفعل ده كده. يعني لما أنا قلت باي تي يذهب ماشيا، وبايخط يذهب بوسيلة مواصلات، بري تي يصل ماشيا، بري يخط يصل بوسيلة مواصلات، وبمعنى يعود برضه، يعني بري تي بتيجي في اوقات بمعنى يعود. يعني انا ما غلطتش في المره الاولى لما قلت ان بري تي بمعنى يعود، علشان نكون متفقين. طيب في المثال ده بيقول لك اقضي بالفيكتور او فيكتور، اين كان فيكتور؟ رد عليه قال له فين فريستيتيو، وضع اون باشول، يعني فين فريستيتيو دي معناها كان في الجامعه، وضع اون باشول الى اين ذهب ضاموي الى المنزل. يبقى انا بستفاد ان فيرب باشول ده بمعنى ايه؟ كذا. طيب بريشول بمعنى يصل او يعود، ضاموي از انفريستي. اكدي سيتشاس فيكتور، اين فيكتور الان؟ سيتشاس اون دوما هو في البيت، اون بريشول هو وصل، ضاموي للمنزل او عاد للمنزل، از انفريستي من الجامعه. تمام، يبقى بريشول بمعنى يعود او يصل، لكن باشول بمعنى ذهب. تمام، تعال نشوف فيرب بايخل. اكديجي فوت انا، اين تعيش انا؟ في غاستنيتسيا فندق سبوتنيك، فندق اسمه سبوتنيك. انا سيتشاس في غاستنيتسيا، هل هي حاليا في الفندق؟ قال لك ليت انا بايخلا، هي سافرت او ذهبت بموزي الى المتحف. يبقى انا بايخلا ذهبت، يبقى هنا نفهم انها ذهبت بوسيله مواصلات، يعني لو ما ذهبتش بوسيله مواصلات كنا هنقول ايه؟ باشلا، باشلا يعني ذهبت، ذهبت ماشي. طيب بريخلا، بريخلا بمعنى تصل بس وسيله مواصلات، يبقى بايخلا هنا بمعنى تذهب بوسيله مواصلات، بريخل تصل لمكان بواسطة مواصلات. تمام، ديس تشاس أنا، أين أنا الآن؟ في موزي في المتحف، أنا بريخل وصلت في موزي إلى المتحف، إز جاستنيتسي من الفندق. كده عرفنا الفرق ما بين الأفعال، باشول ذهب ماشيا، وبايخلا ذهب او ذهبت بواسطة مواصلات، بريشول يصل وصلت لمكان ماشيا، وبريخلا وصل لمكان بواسطة مواصلات. راسل شاهدت الديالوج، استمع للمحادثة. سكاجيتي شتو في وزنالي ا فيكتوريا، واخبرنا ماذا عرفت عن فيكتور.
فيز نايتك دي اون سيتشاس، وهل تعرف اين هو الان؟ ده الاسئله اللي هتجاوب عنها من خلال المحادثه البسيطه. ازدراز دوتيا اهلا او السلام عليكم. اسكاجيتي فيكتور اخبرني يا فيكتور. اسكاجيتي اخبرني فيكتور دوما، هل فيكتور في البيت؟ لونيت يفونيت هو مش موجود. از فينيتي معذره. فينيز نايتي الا تعرف اكدي اون سيتشاس اين هو الان؟ نيز نايو لا اعلم او لا اعرف. اوترم في الصباح اون باشول ذهب بيونفريستيتيا، نفهم من كده انه ذهب ماشيا، لان هنا جايب لك كلمه باشول. طب لو كان بواسطه مواصلات هنقول بايخل بايخل. اوترم اون باشول بيونفريستيتيا هو ذهب للجامعه. قال له سباسي باشول. نشوف فيرب تانسيفت. تانسيفت بمعنى يرقص، ده الشكل الناقص للفعل في المصدر، اما الشكل التام ليه فكده بتانسيفت. اختصار كلمة نيسافرشيني غالاغول يعني فعل غير مكتمل او ناقص، وده اختصار كلمة سافرشيني فعل مكتمل. الشكل الفعل في الماضي تانسيفال او بتانسيفال، بتانسيفال رقصت، بتانسيفالي رقصوا. تانسوي تانسوي ده الامر منه او تانسويتي ارقص. هناخد ايام الاسبوع مع بعض، هنبدا بيوم الاثنين باني دينيك الاثنين، فتورنيك الثلاث، سريدا الاربعاء، تشيتفير الخميس، بياتنيتسا الجمعه، سوبوتا السبت، فاسكريسينيا الأحد. دي أيام الأسبوع. هنشوف هنا فريميا جودا أوقات السنة. فريميا جودا يعني فصول السنة. زيما الشتاء. بتشمل شهور ديكابر، ديكابر شهر 12، يانفار اللي هو يناير، فيفرال تمام اللي هو فبراير. طب لو عايز اقول في فصل الصيف في فصل الشتاء يبقى اقول زيموي. لاحظ الفرق، انا قلت هنا زيما شتاء او فصل الشتاء، لما اقول في فصل الشتاء يبقى تبقى بالشكل ده زيموي. طيب مثلا هقول في فصل الشتاء في فصل في شهر، في فصل الشتاء في شهر مثلا ديسمبر، زيموي ذا حرف الجر ذا ديكابريا في شهر 12، زيموي ذا يانفاريا في شهر يناير، زيموي ذا فيفراليا يعني في فصل الشتاء في شهر فبراير. فيسنا، فيسنا اللي هي الربيع، بتشمل شهور مارت مارس ابريل ابريل ماي مايو. لو هقول في فصل الربيع بقول ايه؟ فيسنوي في فصل الربيع. تمام، بقول فصل الربيع في شهر مثلا مارس فيسنوي في مارت، في فصل الربيع في شهر ابريل فيسنوي في ابريليا، في شهر في فصل الصيف في فصل الربيع في شهر مايو فيسنوي في مايو. ليتا الصيف بيشمل شهور يون يونيو يونيا، يول يوليو، أغسطس أغسطس. ليتم في فصل الصيف، هنا قلت ليتم الصيف، ليتم في فصل الصيف، ليتم في يونيو في فصل الصيف في يونيو، ليتم في يوليو في فصل الصيف في يوليو، ليتم في أغسطس في أغسطس في فصل الصيف في شهر أغسطس. أوسن الخريف بيشمل شهور سنتيابر سبتمبر أكتيابر أكتوبر نيابر نوفمبر. لما أقول أوسينيو في فصل الربيع في فصل الخريف في سنتيابريا في شهر سبتمبر، أوسينيو في أكتيابريا في شهر أكتوبر، أوسينيو في نيابريا يعني في فصل الخريف في شهر نوفمبر. نشوف أمثلة. فراسي في روسيا ستوديانتي الطلبة، الديخايوت يستجمون او يستريحون، زيموي في فصل الصيف في فصل الشتاء سوري، اي ليتم وفصل الصيف، فيانفاريا في يناير،
زيمنيا كانيكولي اللي هي ايه؟ العطلات الشتوية. اف يوليا يعني في شهر يناير بتبقى العطلات الشتوية، اف يوليا وفي شهر يوليو، ايف افغوستيا وفي شهر مارس وشهر اغسطس، ليتنيا كانيكولي اللي هي عطلات صيفية. ليتنيا كانيكولي اللي هي عطلات صيفية. زيمنيا كانكولي اللي هي عطلات شتوية. هنا بيقول لك كاكديلا كيف الحال؟ قال له سباسيبا اتليشنا. ممكن اقول له سباسيبا خراشو او سباسيبا اتليشنا. سباسيبا اتليشنا دي تعبر عن انك حياة فوق الفاين، يعني حياة سعيد جدا يعني. يعني اكتر من خراشو. لما اقول لك كاكديلا تقول لي خراشو انا كويس. لا هقول لك كاكديلا تقول لي سباسيبا اتليشنا. اتليشنا دي يعني رائع يعني، او حياة اكتر سعادة. تمام؟ اوبتيميست، شايفين الصورة دي؟ اوبتيميست. اوبتيميست يعني متفائل. سباسيبا بلوخا، ممكن تقول لي اقول لك كاكديلا هتقول لي سباسيبا بلوخا، والله انا حالي وحش. او نيتشي بو خراشو، مفيش شيء كويس. نيتشي بو خراشي بو. او بلوخا سيء. هنا ممكن نسميه ايه؟ بيسيميست. بيسيميست يعني متشائم. يبقى اوبتيميست متفائل، بيسيميست متشائم. ديالوغي كاتوري في بوديتي سلوش، في المحادثه اللي تستمعها دلوقتي او في المحادثات اللي تستمع في بيستريتيتي نو جاس لا فابز نا كومنتس سنيمي، يعني هتلاقي كلمات جديده تعرف عليها. يقول لك هنا شتو سلو تشيلس، ماذا حدث؟ قال له نيتشيفو نيسلو تشيلس، ما فيش شيء حدث. سو فابرياتكي، كلمة بسو فابرياتكي دي معناها كله تمام. طيب هنا بيقول له ايه؟ شتو سلو تشيلس، ماذا حدث؟ قال له امنيا باليات زوبي، عندي ألم في سناني. باليات زوبي يعني سناني بتألمني. نشوف المحادثة اللي بعد كده. يقول لك هنا شتوس لو تشيلس، ماذا حدث؟ قال له أمنيا باليت جالافا، راسي وجعان شوية أو عن فاز ضعف. أمنيا باليت جالافا. يبقى أنا أفهم من كده لما أحب أسأل عن حد وعنده مشكلة مثلا، فأقول له شتوس لو تشيلس، ماذا حدث؟ هو هيقول لي بقى المشكلة بتاعته. تمام؟ شتوس لو تشيلس، هيقول لي مثلا سوفا برياتكي كله تمام، أو أمنيا باليات زوبي عندي ألم في سناني، أو أمنيا باليت جالوم عندي صداع في راسي أو ألم في راسي. راسلو شايت يا ديالوج، استمع الديالوج، استمع المحادثة. إسكا جيت وأخبرنا إيرا بلاف كافي، هل إيرا كانت في المقهى؟ أنطون بيقول لي أنطون إيرا دوبري فيتشر، مساء الخير يا إيرا. قالت له دوبري فيتشر، مساء الخير أنطون. تيبل سيفودنا في كافي، هل انت كنت في بتقول له انت كنت في المقهى النهارده؟ قال لها دابيل، نعم كنت. مي دولجا جدالي تبيان، احنا انتظرناك كثيرا او لفتره كبيره. نو تيني بريشلا، ولكنك لم تاتي او لم تصلينا. شتوسلو تشيلس، ماذا حدث؟ ايرا قالت له تيزنايش، انت تعلم يا بلناش. يا بلنا يعني انا مريضه. يا بلنا تقولها البنت نفسها لما تبقى مريضة. او تيبيا تمبراتور، يعني درجة الحرارة بتاعتك عالية. قالت ف او تيبيا تمبراتور، درجة حرارتك عالية. تي خضيلة كافراتشو، هل ذهبت للدكتور؟ تي خضيلة كافراتشو. قالت له نيت، ومنيا نيت تمبراتوري، انا ما عنديش درجة الحرارة بتاعت عالية. نو ومنيا باليت جالابا، ولكن دماغي وجعاني شوية. أنطون قال لها ايه؟ امي اجدالي تبيا في كافي، نحن انتظرناك في المقهى. فيتشرا ايفان بريخا، امبارح ايفان وصل از بيتربورغ، من سان بيتربورغ مدينه يعني. اون ازديل التام فوتوغرافي، يعني صور، تصور هناك صور. امي بس ماتريل ايخ، ونحن شاهدناه. ايرا قالت له خروش يا فوتوغرافي، هل هي صور جميله او حلوه؟ اللاضاء اوتشن ترسني، نعم. زداني زداني المباني، اوليتسي الشوارع، موزي المتاحف، بيتربورغ يعني صور المباني والمتاحف والشوارع بتاع سان بيتربورغ. يا توجي خدشو فوتوغرافي ربط، قالت له انا، وانطون قال لها انا عايز اصور انا التاني.
او تي بي اي است فوتو ابارات، قال انت عندك كاميرا فوتو ابارات، فوتو ابارات دي معناها كاميرا. قال لك كسجلين يونيت، لا نو ياخد شوكو بي، ولكني اريد ان اشتري. انتون هنا ايرا بتقول او منيا يست نو بلاخوي اي اوتشن ستاري، انا عندي كاميرا ولكنها وحشة وقديمة. تينيز نايش الا تينيز نايش قديم موجنا كوبيت خروشي فتبرات، انت مش عارفة منين نشتري كاميرا حلوة. قالت له زناي في مجازين زينيت، في محل اسمه زينيت. طامي يست رازني، هناك انواع كثيرة فتبراتي دراجية غالية اي دي شوفية ورخيصة. على ذا فاي بايدي توضا، دعينا نذهب الى هناك زافترا في ميستيا بكرة معنا. قالت له نيت لا زافترا يعني ماجو، انا بكرة مش هقدر. فيتشرا از نافا سيبيريسكا، من مدينة نافا سيبيريسكا، امبارح وصلت برياخلة مايا تيوتيا عمتي، انا خوتش بس بطريت ماسكو وهي عايزة تشوف موسكو. انطون قال لها خرشو ماشي بس فاني اتصلي بوصل لزافترا بعد بكرة. بوصل لزافترا دي معناها بعد بكرة. شلوس توتشيلاس ماذا حدث؟ أمنية باليت جالب، عنده صداع في رأسه. كده نصل لنهاية المحاضرة الرابعة، أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.